طلبتنا الجدد من أجل التقاط لها أجدادنا، وسيحرص أن نرحب على وجه الخصوص. نستبشر خيرا بالعدد الكبير من المترشحين والذين تجاوز عددهم 1800، وهذا ما يدل على أن قطاعنا السياحي أصبح عنصرا جذابا للشباب في مختلف الميادين، وهذا ما يبرز بوضوح الإقبال على مؤسستنا التكوينية كهذه المدرسة العليا أو المعهدين الوطنيين للفندقة والسياحة بتيزي وزو وبوسعادة، تماشيا مع الوتيرة التنموية التي يعرفها القطاع في مختلف مجالاته من خلال استخدام الأساليب الحديثة في التسيير والارتكاز على مجال الرقمنة للتسجيل. أنا اتيديون جديد في ليكول ناسيونال سوبيريور تاع توريزم. خيرت ليكول بيسك بوميارمون سمعت عليها قبل الباك، قالوا لي بلي مليحة وتكوين ثاني مليح، ان شاء الله نخرجوا بمراتب عليا ان شاء الله. الجزائر عندها ان بوتونسييل كبير باش تنافس بليزيور بيي هنايا في لافريك وكوك سو سوا في لو موند. نظن بلي حنايا لا نوفيل جينيراسيون اون ا دي غروند امبيسيون باش نطلعوا بهذا المجال.